في عندنا حاجة اسمها سلايسين للسترينج، أي نشرح الاسترينج زي ما شفنا كيف في الليست ممكن نعمل لها سلايس، هنا الاسترينج برضو ممكن نعمل لها سلايس. يعني دي هنا سترينج ممكن نعمل منها سترينج جديدة ونقسم زي ما دايرين. يعني هنا ده نجي نعمل سلايس من الاسترينج دي، نمرق الكلمة اللي اسمها الفابت بس، أي أقوم أقول لها الاسترينج من 3 لحدود 11. قلنا الاسترينج بتبدأ بالإندكس 0، فالM0 الY1 الاسبيس 2، 3 حيكون الA لحدود 11، فالحداشر حيكون ما متضمن، نحسب لحدود 10 وذا الحيجي راجع. هنا نقوم نقول لها من 3 لحدود سالب 3، قلنا 3 حتكون حتبدأ مع الA. طيب سالب 3 دي وين؟ حنقوم نبدأ من العكس، هنا سالب 1 سالب 2 الS سالب 3 الD. قلنا العنصر بيكون مكتوب هنا في الإسلايس الأخير ما حيجي راجع، يعني الD ده هو سالب 3، فحتكون آخر حاجة دي راجعة الN زي ما شايفين. هنا من الزيرو لحدود الاثنين، الزيرو أي من بداية الاسترينج، ده هنا الزيرو وده هنا الواحد، الاثنين إسبيس فما حتضمنه، قلنا العنصر بيكون مكتوب الأخير ما بيتضمن. ممكن نكتبه هنا باختصار، العنصر الأول ما نكتبه ذاته اللي هو بيعني زيرو من بداية الاسترينج لحدود 18، أي نحسب من الصفر لحدود الكاركتر 17 ونرجعه. هنا برضو اختصار لكن العكس، العنصر الأول كاتبينه من 18 اللي هو ده العنصر الفعلي اللي هتبدأ منه، فحتقوم تبدأ من 18 والنهاية لما ما نكتبها لحدود آخر الاسترينج. قبل كانت النهاية هنا 18، قلنا النهاية ما هتتضمن، فحتجي النهاية ناقص 1 أي 17 اللي هو آخر حاجة كان الاس، لكن هنا لما تبدأ من 18 هتبدأ منه فعليا، فبعد الاس في شنو؟ في اسبيس، فحتكون تجي الاسبيس حتى الحدود نهاية الاسترينج.